غلطانة دعليك يا ما صبرت وكنت قلياني عشمانة وحقك علي دنيا بجد من أصلي غلطانة دعليك يا ما صبرت وكنت قلياني عشمانة ضيعوا معاك تعب تعفر لو كان لغدرك بدري فهمت ضيعوا معاك تعب تعفر من طبت فيك يا ست وضعت منعي بإنسانة يا بنت عندك حق. شفتي؟ شفت يا جل ذوقك حلو قوي. كل حاجه فيه تجنن يا نوال، شخصيته، لبسه، ضحكه. مش عايز اقول لك لما عينيه بتيجي في عينيه، يا لهوي ده الراجل اللي بحلم بيه طول عمري يا نوال. بس بصراحه ناقصه حاجه. ايه؟ فلوس الحاج فرج. الحب عندي اهم من اي حاجه. وبعدين خلي بالك ماجد مش ميح يعني. طب هتعملي ايه مع خليل اخوكي والعريس الخليجي اللي كان جايبهولي؟ غير ما فكرنيش بالشبح اللي دخل عليا. يا بنتي ده في ناس كتير بيتجوزوا بالطريقه دي وبيصمموا ياخدوهم معاهم ويسافروا. بصراحه الراجل ما لحقش يقول لي حاجه خالص. صدقيني انا واحده قريبتي عملت كده، عمل لها البحر طحينه عشان تسافر معايا. وبعدين ايه اللي حصل؟ اول حاجه يا ستي راحت هناك لقيته متجوز ثلاثه. يا نهار اسود. ثانيا شغلوها زي الخدامه، وطبعا هو لما خد مزاجه منها طلقها ورجعت لنا بشنطه هدومها. يعني ابن العفريته ده كان عايز يعمل معايا انا كده؟ امال انت فاكره ايه؟ ده انا كنت جبت كرش وهو والثلاثه اللي معايا. امره هو في حاجه مضايق الحاج؟ امال احنا جايين ليه؟ الحاج هو اللي بعتنا عشان نشتكي لك. خير حصل ايه؟ نحنا ما بدنا هي اللي اسمها زهرة، ما بدنا اياها بالمرة بالمرة. الحاجة مش طايقها، مش طايقها خالص. زهرة؟ وهي زهرة عملت ايه؟ يعني نحنا بالظبط ما بنعرف شو اللي ساوته.
هو الحقيقة احنا مش عارفين هي عملت ايه بالظبط، بس هي دي بقى أوامر الحاج. ويا ريت يا ست الريسة تشوفي له ممرضة كده تكون من سننا. أنا كنت فاكرة إن الحاج مبسوط معاها. مبسوط إيه؟ لأ لأ، ده مش مرتاح معاها خالص، دي صحته كل يوم في النازل. وهو الحاج ليه ما قاليش حاجة زي كده بنفسه؟ يعني الحجي هو مو من عادته إنه يأذي حدا بالمرة بالمرة، يقبر قلبي، بيستحي كتير. وبعدين يا أختي إحنا مرطاته وبنقول لك أهو. وبعدين البركة فيكي بقى. هو أنتِ يا أختي مش يهمك، راحة الحاج. راحة يا حاج. ربنا يريح قلبك. والله انا مش عارف اشكرك ازاي. ربنا يكرمك. تعبت معايا يا زهر. ما تقولش كده، تعبك راح. ايوه ايوه ست الريسه، حاضر يا حاج حالي. حاضر. رايحه فين؟ ايه ست الريسه عايزاني. عايزاك يعني ايه؟ طب ما اجيلك هنا. تجيلي ازاي يا حاج؟ بقول لك الست الريسه. طب وايه يعني؟ فيها ايه يعني ما الريسه تجيلك هنا؟ انا ما قلت جيلك يعني لازم تجيلي. معلش هروح اشوف هي عايزه ايه وهرجع لك على طول. ما تتاخريش عليا. حاضر. هتوحشني. تعالي 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 تعالي. صحه فين الحجينه؟ لا صاحي. ومدام صاحي سايباه لوحده ليه؟ تقبريني وشنو خلاكي تطلعي؟ اصل ست الريس طلبوني. طب يا حبيبتي ما تتاخريش عليه، انت عارفة انه ما بيقدرش يستغنى عنك. لا ما انا رايحة وجاية على طول. روحي يا حبيبتي. هتستلقى وعدها. ايوه يا ست الريسة، انت من النهاردة هتنزلي قسم الاطفال اللي في الدور الاول. قسم الاطفال؟ ايه مالك؟ لا ابدا مفيش، انا كنت بس فاكرة ان الحاج فرج متمسك بيا. ومين بقى اللي قالك كده؟ ده على اساس ان مفيش ممرضات غيرك هنا في المستشفى؟ لا في طبعا. طب خلاص يبقى تنفذي اللي بقولك عليه. حاضر، بس ممكن اعرف ايه السبب؟ دي تعليمات الاداره. في حد يعني اشتكى مني؟ وبعدين معاكي بقى، انا مش عايزه اقطع عيشك. كتر خيرك وتفضلي بقى، روحي شوفي شغلك بس تحت مش هنا. عارفه مين اللي ورا الموضوع ده؟ مين اللي ورا؟ مراتات الحاج فرج. ليه؟ وانا كنت عملت لهم ايه يعني؟ شش. انا سامعاهم بيقولوا للريسه ان الحاج عايز يغيرك وانك انت مش مريحاه. بقى الموضوع كده. على العموم هم عملوا فيا طيب. عملوا فيكي طيب ازاي؟ والبقشيش اللي بتاخديه؟ كل شيء نصيبي يا نوال. انا اصلا الراجل اسمه فرج ده ما كانش نازل لي من زور. ايه؟ كان بيبصبص لك؟ كان عايش لي في دور كده يا اختي ملياش فيه. بس بيني وبينك يا زهرة الراجل ده مليان قوي. بس انا بحب يا نوال، بحب. ايه بقى الكلام اللي بيودي ولا بيجيب ده؟ شش يا اختي، انا في الاول كنت بقول زيك كده بس ما كنتش اعرف ان الهوا غلاب. ايه قلبك اتعلق بالطيار؟ ما كنتش مستحمله اللي اسمه فرج ده غير عشان حاجه واحده، اني كنت بشوف عنده ماجد. ايه الحكايه يا منتصر؟ فين زهرة؟ ما جتش تديني حقنه ليه؟ ما انا سالت عليها يا حاج ما لقيتهاش. يعني الظهر تقريبا عندها مهمه تانية اهم مني؟ معقول الكلام ده يا حاج؟ ما هو جايز في مريض تاني حالته خطر ومحتاجين له. خطر ايه بس؟ مش اخطر من حالتي، ده انا الجرح لسه ما قفلش. يا حاج بعد الشر عنك، ده انت الحمد لله دلوقتي بقيت زي الفل. انا بتكلم جد يا منتصر، طول ما زهرة بعيد عني انا حالتي زي الزفت. ما هو احنا كمان يا حاج ما نقدرش نشقلب نظام المستشفى. مش شغلي، اتصرف. يعني انت محتاجها يا حاج؟ اه طبعا محتاجها. بقول لك انا حالتي خطيره، خطيره جدا، الجرح لسه ما قفلش، خليها تيجي تبص على الجرح. لا يا حاج، ما دام حالتك خطيره قوي كده هنديها لك الدكتور بقى. دكتور ايه يا بني ادم افهم، انا بقول لك عايز زهرة، حالتي مش هتتحسن الا لما تيجي زهرة. الله، انت مش عايز تفهم ليه؟ بعد اذن حضرتك. ايوه يا فندم. ما تعرفيش الاقي الممرضه زهره فين؟ هتلاقيها في جناح الحاج فرج يا فندم. ايوه انا لسه جاي هناك ما هياش موجود.
هتبقى خلصت الورديه بتاعتها ومشي. شكرا. العافيه. فين استاذ ممنوع؟ ممنوع يسعدك، انا كنت لسه جوه دلوقتي. وفي ايه؟ وكيل النيابه بياخد اخباره جوه. ايوه بس انا مدير اعمال الحاج فرج، انا منتصر كومي. والبيه وكيل النيابه مانع اي حد يخش جوه. في ايه بالظبط؟ شوف يا حاج، دي تاني مره اجي لك وحضرتك مصر انك ما تتهمش اي حد. ما انا هتهم مين يعني؟ مفيش حد يستاهل. مالكش أي أعداء؟ لا يا حضرة الوكيل، أنا الحمد لله الناس كلها بتحبني وبحبهم. ما سبقش إنك شفت الشخص اللي أطلق عليك النار قبل كده؟ أنا مش متعود أبص لحد. السواق بتاعك بيقولوا إنهم كانوا قريبين من العربية اللي أنت كنت راكبها. أنا لا مؤاخذة يا حضرة الوكيل، لما أكون راكب العربية بتاعتي لا ببص يمين ولا شمال، يا إما بتكلف المحمول مع حد من الموظفين بتوعي، اما في حسبه في دماغي بدورها. امال تفتكر اللي ضرب عليك النار كان عايز يقتلك ليه؟ انا مش عرفني، ما تسالوهم، انا كمان نفسي اعرف. ما احنا كمان ما نعرفش هم مين عشان نسالهم. خلاص، يبقى ما فيش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعرف. طيب يا حاج، في اقوال تانية تحب تضيفها؟ شكرا يا حضره الوكيل، لو عندي حاجه كنت قلتها لحضرتك. يا بيه الأستاذ كان مصر إنه يدخل، بيقول شغال مع حاج فرج. حضرتك بتشتغل معايا إيه؟ زي ما تقول حضرتك كده، أنا مدير أعمال حاج فرج. الحاج فرج بيقول إن ملوش أعداء. الكلام ده رأيك فيه إيه يا أستاذ؟ منتصر. منتصر الكومي ساعتك. نفتح معدل يا فندم؟ لا مفيش داعي دلوقتي. إحنا بعدين هنستدعي الأستاذ منتصر ونسمع أقواله. مسألة مش محتاجة فندم استدعاء ولا سماع أقوال، كل اللي قاله لسعادتك الحاج فرج صحيح. يعني أنت عارف كل اللي قاله الحاج فرج؟ مش سعادتك سألته إذا كان ليه أعداء ولا لأ؟ قالك لأ. يعني أنت عارف إنه قال كده؟ طبعا يا فندم، لأن هو في الحقيقة فعلا ملوش أعداء. أنت كنت معاه في العربية لما انضرب بالنار؟ طبعا لا يا فندم. تفتكر مين يا أخ منتصر له مصلحة إنه يفكر في قتل الحاج فرج؟ أكيد واحد ما عندوش ضمير. عموما لو احتاجنا لك هنبعت لك. براو عليك يا منتصر، بس أنا بصراحة بقى كنت خايف لسانك يتدلق وتقول لهم حاجة. عيب يا حاج، ده أنا تلميذك. هنظهر هنلعب معاهم واللعب هيطول قوي، مفيش مانع، أنا جاهز، بس لا يمكن حطاطي راسي. لا هدفع لهم ولا هشاركهم. يا حاج يا حاج، انا خايف عليك، دول ولاد ابالسه يا حاج، والحمد لله المره دي جت سليمه. شوف يا منتصر، انا راجل والحمد لله مؤمن قوي بالله، وعارف ان مفيش حد هيموت ناقص عمر، يعني اللي يريد له ربنا يعيش هيعيش غصب عنهم حتى لو ضربوا عليه مدافع. من بكره يا حاج برضه هيأيدوا الجريمه ضد مجهول. على رايك، زي ما هيأيدوا حريق المخازن اللي احنا ولعناها. على رأي المثل الحسن اخو الحسين. خلينا في المهم، لقيت زهرة. كابتن ماجد، كابتن ماجد. ايوه. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا صاحبة زهرة. اه افتكرت، اهلا وسهلا. انت جاي عشان زهرة؟ افندم؟ قصدي يعني انت جاي عشان الحاجة فرج؟ اه طبعا. اصل زهرة مشيت. مشيت؟ مشيت فين يعني؟ سابت المستشفى ولا؟ ما تتخضش قوي كده، هي خلصت الوردية بتاعتها وروحت. يعني هي مش موجودة مع الحاج؟ لا، ومش هتشوفها مع الحاج تاني. الله، ليه؟ يعني هو الحاج هيخرج من المستشفى ولا ايه الحكاية بالظبط؟ لا، اصل في ناس وحشين وقعوا ما بينهم فنقلوا زهرة. نقلوها؟ ناس مين دول؟ قلتله يا نوال مين اللي عمل فيه العملة السودا دي؟ الا قلتله، طبعا قلتله. يا عين امه، وشه راح مليون لون لما عرف انك انتي اتنقلتي. بجد يا بنت يا نوال؟ صدق يا بنت، صعب عليا، صعب عليا قوي. مش الواد قمر لما عرف بقى قمرين؟ اخص عليكي بقى يا بنت يا نوال، ما تخلوش
مش يصعب علي اكتر من كده. ولما انتي بتحبيه قوي كده هو بيحبك. ما بتقولوش لبعض ليه؟ عايزانا نعمل ايه بس يا نويل؟ كل واحد فيكم يقول للتاني على اللي بضمير. انا مستنيه لما هو يقول لي الاول. وهو باين عليه من النعل بيتكسف قوي قوي. عمري في حياتي ما شفت لا ارق ولا اجمل من كده. والحاج مش راقي؟ ده كفايه فلوسه. شش ما تفوقينيش. خلينا نتكلم عن ماجد. ماجد ايه؟ هو انت فاكراه هيسيبك؟ يا حبيبتي ده البتاع اللي شغال معاه داير عليكي المستشفى كاني تايه منه عيل. خليه هو تايه. احنا ياخدي تايهين مع ماجد. كلميني عن ماجد قولي. يا بت يا بت فوقي بقى. في حد يجي له الفلوس تحت رجليه ويرفضها؟ ارمي له الخلاط ده. كل اعوذ برب الفلق. يخرب بيتك. الله ايه حكايه الفلوس دي بقى اللي بتتكلموا فيها من الصبح؟ يا قاعدين يفكوا شر الجايين. ازيك يا رواق؟ اهلا. ازيك يا اخويا عامل ايه؟ ايه الحكايه الفلوس ومين الحمار اللي استغنى عن فلوسي كلها؟ انت طبعا. يوه ما اقصدش يا اخويا، اقصد يعني ان انا كنت بحكي لها ان انت ما رضيتش تاخد خلوي ورجلي في البيت بديعه وتجوزها للراجل العربي ده. تركها ده من ايام الراجل العربي. دي خليت فيها عربي ولا انجليزي؟ ما خلاص بخ. زمانه دلوقتي طفش وفي واحد تاني غيري لاف عليه، جوزه بنته ولا اخته ولا امه حتى. معقوله يا خليل؟ لا يا اخويا انا ما صدقش ابدا ان انت تاخد خلوه في بديعه وتجوزها واحد تاني غيرك. ايه ايه يا زهره الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا. خليل خليل طول عمره اللي انا اعرفه ان هو بيحبها وهي بتحبه. ايه ما تعرفنيش كويس. طبعا بنحب بعض انا وهي، قاعدين انا وهي على فرع كده وبنزقزق زي العصافير والندى نازل علينا. انت هتقولي طبعا العيله كلها حبيبه. ايه ده؟ ايه بتحب زهرة ولا ايه وقاعده على الفرع كده بتزقزق زي العصافير زي؟ انا يا اخويا بزقزق ولا بقعد على اي فرع، انا مرميه على الكنبه قدامك اهو. معلش والنبي سيبنا بس شويه، اصل احنا كنا بنتكلم في الشغل. شغل؟ شغل انت وهي؟ ايه خلاص مسكتوا وزاره الصحه؟ انتوا حيلا اخركم تتجبسوا رجل ايد تغيروا على دمل. وبعدين زهرة انا شامم ريحه مش كويسه. انت لازم تشم يا خليل، مش يا اخويا بتشتغل في مصلحه المجاري؟ بقولك ايه، ريحتك طفحت علينا، معلش شويه كده. بقولك ايه كملي، هو ماجد كان لابس ايه؟ تفتري ده ايه يا حليمه؟ دي ممرضه بتادي واجبها زي اي حد تاني في المستشفى وما عملتش حاجه غلط. واللي بتادي واجبها دي زي ما انت بتقول تبقى خطفت رجاله. ايه خطفت رجاله؟ زهره خطفت رجاله؟ ايه خطفت رجال، والدليل بانه الحجي من وقت ما شافها بزت عيونه لبرا ولا عطايني ولا طايق فهيمه. انتوا غلطانين يا جماعه. الغيره المبالغ فيها من ناحيتكم على الحج من اي واحده بتقرب منه هي اللي بتلفت نظره اكتر واكتر. انت ما بتعرفوا للحجي جاء على باله يجيب صبي. ايوه بس انا مش خايفه غير من الممرضه دي اللي ما تتسمى اللي اسمها زهره، شكلها كده ما يطمنش. يا ست فهيمه بصراحة انتوا غلطتوا لما حاولتوا تبعدوها عنه. انا فاهم الحاج فرق كويس، الحاج ده عامل زي العيل الصغير طول ما اللعبة قدامه هيزهد فيها، لكن لو حد فكر ياخدها من قدامه هيشبط فيها اكتر واكتر. شو نساوي له يعني؟ يعني هنستنى لما الفاس تقع في الراس؟ فاس ايه وراس ايه؟ نفترض ان الحاج معجب فعلا بزهرة وبيحبها وعايز يتجوزها. طب زهرة دي ملهاش قلب؟ ما عندهاش مشاعر خاصة بيها هي؟ شو اللي بدك تقوله؟ حتى لو كان الحاج فرج متأكد إن هو لو اتجوز زهرة هيخلف منها ولد، مش جايز زهرة عينها من حد تاني أو بتحب حد تاني؟ مش جايز هي ما بتفكرش بالطريقة اللي انتوا بتفكروا بيها؟ عموما يا أخويا خلاص اهي غارت في 60 داهية والحاج مش هيشوفها تاني أبدا. تفتكروا؟ اي 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 فين زهرة؟ ما جاتش النهاردة ليه؟ الحقيقة مش عارفة يا حاج. ايدك تقيلة قوي يخرب عقلك، انا حسيت بشنيور بيشك في جسمي. هو ايه اللي حصل بس يا حاج؟ حصل بوظان. انتوا يا جماعة اللي هنا حد يرد علي، حد يعبرني. ايه المستشفى دي؟ مالك يا حاج في ايه؟ في مصيبة، في بوظان. مين المسؤول عن المستشفى البايظة دي؟ فين زهرة؟ هاتولي زهرة. هو مش حضرتك يا حاج قلت ان احنا نمشيها وانا جبت لك احسن ممرضه هنا؟ مين بقى اللي قال لك كده؟ انا قلت انكم تمشوها. مدام حليمه وفهيمه جم وقالوا لي انك مش طايقها.
يا الحكايه بقى فيها حليمه وفقيمه اللئيمه. دول قالوا لي ان حضرتك محرج من الموضوع ده وانها بتوجعك لما بتديك الحقنه. بتوجعني؟ حقنه زهره بتوجعني؟ طب ده مفيش حد في مصر كلها بيدي حقن زيها، دي ايدها زي الريشه. طب دي وهي بتديني الحقنه كاني بسمع اغنيه من اغاني ام كلثوم. ايه راي حضرتك بقى ان انا عايزك ترجعيني زهره حالا دلوقتي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جدع انت بتشتغل معايا زي قلتك. ليه يا حاج لا سمح الله انا قصرت في حاجه؟ ازاي مصيبه زي دي تحصل من ورا ظهري؟ ازاي تسيبهم ينقلوا زهره؟ لا لا الحاج في الحكايه دي عنده حق. ها ازاي تنقلوها؟ والله احنا نفذنا كلام مدام حليمه ومدام فهيمه. والله عال هي حليمه ولفهيمه اللئيمه هما اللي بياخدوا الحقنه؟ انا اللي باخد الحقنه. هدي نفسك بس يا حاج، انا والسيستر هنتصرف في الموضوع ده. شوف يا ستي، اي حاجه تقول لك عليها مدام فهيمه او مدام حليمه تخص الحاج لازم ترجعي له الاول، يعني تخلي صلتك منك للحاج على طول. صح، اول مره تقول كلام يجي منه. اتفضلي بقى يا رئيسه، حضرتك تبعتي لي زهره حالا. حاضر يا حاج، من عناية. يلا يا قلبي. استني استني، هما ادولي كام؟ كام ايه يا حاج؟ بقشيش يعني، قولي ما تكسفيش. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ هو انا برضو بتاعت الحاجات دي؟ ما هو لو ما قلتليش هما هيقولولي. ادوني 200 جنيه. بقدي لي زهره ب 200 جنيه؟ ليه ترخصيها كده؟ منتصر، ادي الرئيسه 500 جنيه. 500 جنيه؟ اتفضلي. متشكرة قوي يا حاج، ما نحرمش منك ابدا. يلا يا ألفت. استني يا ألفت، ودي ألفت كمان 200 جنيه برضو. ما نحرمش منك يا حاج. خدي يا ألفت، خدي وادعي للحاج. ربنا يخليك يا حاج. زهرة ايه؟ بعتولي زهرة. يا حاج معقول يا حاج تدفع 700 جنيه عشان ترجع حتة الممر ده؟ وادفع 700 مليون كمان بس زهرة ترجع لي؟ ثم انت مالك يا اخي؟ انت بتدفع من جيب اهلك. زهرة انت هترجعي فوق تاني. اشمعنى؟ ما تتريقيش، الراجل هيتجنن عليكي. انا يا اختي لو كنت هرجع فوق تاني هرجع عشان حاجه في دماغي. عشان ايه؟ عشان البقشيش؟ بقشيش ايه يا هبله؟ وانا مخليه في الدور هنا. امال عشان ايه؟ عشان اشوف ماجد. عايزه رايي؟ اه يا حبيبتي، انت عارفه انا ما بعملش اي حاجه من غير رايك. ما ترجعيش. ليه؟ الله يخرب بيتك. الله اسمعي كلامي. ايوه بس انا عايزه ارجع عند الحاج تاني عشان اشوف ماجد وهو بيزور. يا بنت انا عايزاكي تتقلي، عايزاكي تنشفي ريق. هو انت فاكره يعني اول ما ليا ترجعي هرجع على طول كده؟ لا طبعا، انا عندي كرامه. وبعدين يا اختي انا زهره، لما تعوز تبيع تبيع وتكسب، ولما تعوز تشتري تشتري وكمان تكسب. انتي طلبتيني يا ست رئيسة؟ ايوه يا زهرة، بصراحة انا اسفة جدا، واضح ان حصل سوء تفاهم وترجعي قسم الجراحة تاني. ليه؟ هو قسم الاطفال وحش؟ معلش بقى، دي كانت تعليمات وغصب عني. تعليمات مين؟ تعليمات الحاج فرج ولا تعليمات الست فهيمة وحليمة؟ هما فاكريني ايه؟ عبد عندهم؟ اطلعي اطلعي انزلي انزلي. لا معلش بقى، انا بشتغل هنا بضمير احسن من اي واحده بتشتغل في المخروبه دي. مخروبه؟ انت بتقولي على المستشفى اللي بتشتغلي فيها مخروبه؟ ايوه مخروبه، والشغل فيها كمان يقرف. مش كده يا زهره، ما تغلطيش. وبعدين يا ستي هو مين زعلك؟ بعد كل اللي عملتيه فيا ده مين زعلني؟ تقدري تقولي انت نقلتيني ليه ودلوقتي عايزه ترجعيني ليه؟ ليه من كتر حبك فيا وخوفك على مستقبلي يعني؟ صدقيني يا زهره، انا زي ما قلتلك انا مش بايدي. انا صحيح الرئيسه، بس الكلمة الأولى والأخيرة هنا لزبون المستشفى. أنا بصراحة مش عارفة ليه مدامات الحاجة قالوا لي إن هو مش طايقك ومش عايزك هنا خالص. خلاص، طالما الكلمة هنا لمدامات الحاج بقى يبقى لمؤاخذة، أنت ست مش مالية مركزك. يا زهرة يا زهرة، إحنا كلنا هنا تحت أمرهم علشان محتاجين لهم. أيوة بس إحنا ناس عندنا كرامة، والمفروض إن أنت الكبيرة بتاعتنا اللي بتحافظ على كرامتنا، مش بتدوس عليها. عن اذنك زهرة. افندم ممكن نتكلم مع بعض شويه؟ سيادتك مين؟ واحد جايب لك فرصه هتعوضك عن كل التعب اللي شفتيه في حياتك. فرصه ايه وتعب ايه؟ عن اذنك لحظه واحده. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط.
هتفهمي كل حاجة لما نقعد ونتكلم مع بعض. بس أنا مش فاضية دلوقتي. إيه يا ريس؟ فين زهر؟ ما جبتهاش معاكي ليه؟ متأسفة يا حاج، مش راضية. نعم يا أختي، سمعت حاجة منتصر؟ دي حضرتك قلتي حاجة؟ أنا قعدت أعتذر لها وأتحايل عليها لما لساني نشف معاها، بس مفيش فايدة. يعني إيه مفيش فايدة؟ بقى زهرة مش عايزة تمرضني أنا؟ أنا الحاج فرج أبو اليسر اللي كل ممرضات مصر بحري وقبلي يتمنوا يمرضوني، مش عايزة تمرضني؟ لا لا، الكلام ده مش مظبوط، ولا إيه يا منتصر؟ آه يا حاج طبعًا مش مظبوط. طبعًا كلام مش مظبوط. قولي لي كده يا بنت الحلال، قولي لي بصراحة من غير لف ولا دوران. بصراحة بقى يا حاج هي مش عايزة تشتغل في المستشفى من أصله. طبعًا ليها حق. ليه بتزعلوها؟ دي إنسانة محترمة وعندها كرامة. ولا إيه يا منتصر؟ طبعًا يا حاج من حد محترمة وعندها كرامة ولا؟ أنا متأسفة يا حاج، أنا بصراحة مش عارفة أعمل معاها إيه. خلاص، روح لها أنت يا منتصر، بس أعمل حسابك. لو رجعت من غيرها يبقى تروح على بيتكو كده من بره بره. وفينها السفيرة عزيزة دلوقتي؟ بس ما شفنا اسمها زهرة. صباح الخير استاذ منتصر. خير؟ هيجي منين الخير؟ ايه في ايه؟ اخبار الحاج ايه النهارده؟ اخبار الحاج ايه؟ يعني انتوا تعملوها وتيجي على دماغي انا؟ ليش تقبرني شو صار؟ تقبرني؟ تقبرني؟ انتوا مش داخلين؟ خشوا بقى، خشوا استلقوا وحدكم. لك شو عم يحكي هذا الزلمه؟ يا اخي زلمة ايه وده وقت كلام بالشامي؟ تعال ما نشوف بيقول لنا استلقوا وحدكم. تعال تعال شوي شوي. استر يا رب. يلا زهرة. ازيك يا زهرة؟ ازيك يا ماجد؟ انت فين بقالك مدة ما شفتكش؟ مدة ازاي؟ انا تقريبا اول امبارح شفتك هنا. ايوه بس انت امبارح ما جيتش يعني. اه تنسي ان انا بشتغل طيار واحيانا الشغل بياخدني يومين وثلاث ايام، بس انت ماشيه بدري ليه؟ اصل بيني وبينك زهقت من الشغل في المستشفى هنا. امبارح نقلوني قسم الاطفال والنهارده عايزين يرجعوني تاني قسم الجراحه. قال ايه الحاج مصمم عليا. بس هو ده كان مكانك من الاول يا زهره يعني. ايوه بس الست حليمه وفهيمه هما اللي نقلوني. بيني وبينك يا ماجد انا مش عايزه مشاكل خالص، قلت اخد اجازه بقى لحد ما يخرج من المستشفى الحاج. وهتسلمي كده ببساطه وتخليهم يشمتوا فيكي؟ ايه رايك نخرج نقعد في مكان هادي ونتكلم في الموضوع؟ موضوع ايه؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ضروري يعني؟ ضروري. اصلك انتي ما تعرفيش انا بحب الحاج فرج قد ايه، ومش عايزه يفتكر انك رافضه تكون الممرضه بتاعته. قلتي ايه؟ قلت اه طبعا انا ما كنتش عارفه ان انت بتحب حاجة قوي كده. انا بموت في الحاج. اتفضلي. أنا عارف إن أختي ومدام فهيمة زعلوكي، لكن بصراحة هم معذورين. المشكلة في الحاج لما بيشوفهم بيحاول يغيظهم وحاول يصير غيرتهم. أيوة بس أنا ذنبي إيه بقى يا كابتن ماجد؟ كابتن ماجد؟ ما بلاش كابتن، دي ماجد وبس. خلاص ماجد وبس. عشان خاطري بقى عايزك ترجعي للحاج. أيوة بس الحاج مش ناوي يجيبها البر، وبعدين بصراحة بقى أنا سمعت إن هو راجل مزواج. يا زهرة مفيش حد في الدنيا يقدر يتجوز واحدة غصب عنها، إلا بقى إذا كانت ظروفها سيئة جدا. في ناس كتيرة قوي ظروفها سيئة جدا بتعمل حاجات غصب عنها. لكن اللي أقدر أقوله عن اللي بتعمل كده إنها زي اللي بتبيع نفسها. في ناس كتير جدا بتبيع نفسها عشان خاطر اللي في رقبتهم يعرفوا يعيشوا. ده يبقى نوع من الانتحار. إزاي إنسانة تتجوز إنسان تاني ما بتحبهوش ولا في بينها وبينه أي نوع من التواصل؟ المشاعر والأحاسيس مش كلام بيتقال، مشاعر والأحاسيس هي اللي بتدي حياتنا قيمة، ومن غيرها حياتنا ملهاش لا طعم ولا لون. بعدين في ناس كتير ما معهاش فلوس مع ذلك ما بيتنزلوش عن مشاعرهم وأحاسيسهم. أنا بقى بحترم الناس دي جدا. كلام حلو قوي، بس احنا في زمن صعب يا ماجد، زمن بيطحن بني آدمين. نغير الموضوع بقى.
انا عايزك ترجعي للحاج، مش عايزه يزعل منك عشان خاطري، وهتكون بقى فرصه اشوفك. انت شايف كده؟ اه انا شايف كده. بعدين مش هي دي الفرصه الوحيده اللي بقدر اشوفك فيها؟ انت ما كنتيش اساسا عايزه تيجي معايا هنا لولا قلت لك هنتكلم في موضوع الحاج. ايوه بس احنا ما اتكلمناش في موضوع الحاج وبس. صح، احنا اتكلمنا في مواضيع كتير لكن ما اتكلمناش في اهم حاجه لازم نتكلم فيها. هي ايه؟ ما اتكلمناش عن نفسنا. لا لا، كل اللي في نفسك قوله، يعني اللي انت عايز تقوله قوله. طب مين فينا اللي هيبتدي، انت ولا انت؟ لا انا عايز اسمعك انت الاول. يبقى انت اللي تبتدي بقى. انا فاهم، كان عندي حق، قلت الاقي سيادتك مرزوع هنا وقفل تليفونك من الصبح ليه؟ مش فاهم انا. مساء الخير. مساء النور. لا ده انت المفروض تلمي تليفونك ده في النيل يا راجل. إيه انت هتفضل قاعد هنا كتير؟ انا مرتاح كده. ما تقعد هناك زي الناس المحترمه. يلا سيبني. بعرفك على باشمهندس فريد مصطفى، زميلي في الشركه اللي بشتغل فيها. زميلك بس؟ ايه يعني، صاحبي وحبيبي واخويا واعز صديق عندي. ايوه كده تعبك، كمل بقى التعارف. زهره ممرضه في المستشفى اللي راقت فيها الحاج. اه وانا اقول الحاج طول في رقدته ليه؟ ده العيله كلها اتضربت باين. ليك حق يا معلم، تنسى شغلك والمطار، دول دايخين عليك. تكلم جد؟ اه امال ايه؟ مؤاخذه يا مدمزيل، اصلهم بعتوني اجيبه من تحت تقطيع الارض. بس انا بصراحه جيت هنا لا لقيت تقطيع ولا لقيت ارض. انا لقيت الجنه، انا حاسس ان انا في الجنه يا اخوانا. حيلك حيلك يا ابني. ايه ده انت داخل حامي قوي كده ليه؟ انا مش مالي عينك يعني؟ يا عم ما تفصلنيش، سيبني اقول الكلمتين اللي عندي. ده مش كلام، ده غزل وغزل صريح. لا حيدي انت قوي، المهم انت بس جاري على المطار يلا، اصل في طياره طالعه المطريه وهم مزنوقين قوي في طيار. بس انا ما عنديش شغل النهارده. ايه؟ لا ما هو اصل انا سمعت ان اشرف محمود عنده ظروف، عيان او خالته بتولد، في حاجه يعني. يلا حبيبي يلا عشان هم مستنيينك. يلا ما اقدرش، لازم اوصل زهره الاول. مالكش دعوه انت، انا هوصلك. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا هاخد تاكسي واروح. لا تاكسي ازاي وانا موجود، انا هوصلك انا. لا متشكره، انا اصلي عندي مشاوير كتير جدا هعملها قبل ما اروح يعني. النبي لو رايحه كوت ديفوار هوصلك. اهو اصرارك ده هو اللي يخوف. ايه ده، مفيش ثقه ولا ايه؟ اه طبعا في ثقه في زهره، لكن انت الواحد يخاف منك يا اخي. ايه زهره دي؟ دي يا ابني اسمها زهره، افتح الزين. وبعدين لو ما عندكش ثقه فيا خلي عندك ثقه في نفسك. وانت خلي عندك شويه دم. ماشي قول لي، معاك فلوس ولا احاسب لك انا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ترى فين شقة الست زهرة الممرضة؟ شقة الست زهرة فوق. هو حضرتك عايزها في حاجة؟ كنت عايزها في حاجة مهمة أوي، بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا ترى عايزها في إيه ده؟ مين؟ مين اللي على الباب؟ مش دي شقة زهرة الممرضة؟ أيوة أيوة هي يا أخويا، أيوة هي. طب ممكن اتشرف واعرف الاول مين بيكلمني؟ انا والدتها. انت مين؟ انا من طرف الحاج فرج ابو اليسر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مؤاخذة حاجة، أصل إحنا سألنا عليها في المستشفى يعني قالوا لنا إنها مشي. معلش يا أخويا، هي لسه ما جاتش. أنا مش قادرة أقول لك اتفضل استريح، أصل أنا قاعدة لوحدي والشيطان شاطر. صراحة عندك حق يا حاج. طب ما تعرفش يا أخويا هو عاوزها في إيه؟ عسل ما قلتليش ايه رايك فيا بقى؟ لا انا كنت عايز اسمع رايك في ماجد. ايه، مش انت بتقول ان انتوا اصحاب من زمان؟ يلا اصحاب، وما كلمكيش عني ولا ايه؟ مش فاكره ما كلمني عني. تصدقي ان ده واد واطي. لا ما تقولش عليه كده عشان ما ازعلش منك. لا لا لا، ده انت باين عليكي واقعه قوي. علومه ابن حلال ويستاهل، انا على طول بحسده، بس المره دي اول مره احسده من قلبي. تحسده على ايه؟ بحسده عليك انت طبعا. لا بقولك ايه، انت فاهم غلط، انا اول مره اخرج معاه المره دي، وكمان عشان في ظرف جامد جدا قريبه ده في المستشفى الحاج. ايه ده معقول؟ ده من كتر ما بيتكلم عنك افتكرتكم عاملين زي نور ومهند كده. هو بيتكلم عني بيقول ايه؟ لا مش هقدر اقول لك بصراحه، اصل دي اسرار بيني وبين صاحبي، واحنا متفقين محدش فينا يطلع سر التاني بره. ولا انت زعلتي ولا ايه؟ طب قولي انت ساكنه هنا؟ يعني فين بالظبط؟ عشان انا ليا بعض القرايب ساكنين في المنطقه هنا. انا متشكره قوي يا باشمهندس، انا تعبتك معايا يعني اذنك. ايه الوش ده؟ علوم يعني دي فرصه سعيده قوي مدموزيل زهره، سعيده قوي قوي يعني بجد يعني. ايه المزه دي؟ هو في كده؟ انا فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لك ان اللعبه اللي انت لعبتها دي ما دخلتش عليا، ما فيش حد كان عايز ماجد في الشغل ولا حاجه، يبقى العب غيرها يا باشمهندس. ايه ده فساني كده؟ البت دي حته نمره. استاذ منتصر، انت ايه اللي معادك على السلم كده؟ اعمل ايه؟ مستنيك. اكيد خليه اخويا مش جوه. الحقيقه سبت ودادك لوحدها جوه، وبعدين قالت لي ان الشيطان شاط. يلا بينا. على فين؟ على المستشفى. بس انا واخده اجازه. ايوه، ما انت ممكن تلغيه. طب والغيها ليه؟ يعني حاج رافض اي ممرضه تانية، ولو رجعت له من غيرك ممكن يرفضني. يعني انت يرضيك تقطع عيشي؟ معلش انا اسف يا استاذ منتصر، انا ما اقدرش اجي معاك ابدا. نيورة حبيبتك، ما تخلينا بقى في اكل عيشنا. شوف يا اخويا الراجل. هو ايه اللي حصل بقى؟ البت راكبه العربيه جنب راجل غريب، عيني عينك كده قدام كل اهل الحته، وتقول لي هو ايه اللي حصل؟ ودي فيها ايه دي؟ بقى البت راكبه جنب الراجل وعامله نفسها هانم من الهوانم، وتقول لي دي فيها ايه دي؟ وبعدين معاك يا كيداهو، انت مش هتشيل البنايه دي من دماغك؟ ما انت عارفه ان هي بتدي حقن للحي كله، ومحدش اشتكى منها. لا انا اشتكيت منها يا سي عباس، وجبت لها الحكومه لحد هنا. انت انت بقى اتقي الله يا شيخه بقى. الله، انت قاعدانا على السقطه واللقطه. ايوه يا اخويا، دافع لها دافع لها. ان شاء الله بقى هتروحي امتى عشان تعملي لنا لقمه ناكلها؟ ان شاء الله معنك اكلت. انا مش منقوله من هنا الا ما اعرف حكايه العربيه اللي ركبتها المقروصه دي ايه. ما احنا مش ملطخين على قفانا. الله، طب وانا مالي؟ انا شعرفني. حاجة غريبة قوي، هو أنا يعني كنت ولي أمرها؟ والله أنا تعبك معايا، مش عارف أودي جمالك دي فين. تعبك راح يا حبيبي. منتصر، إدي زهرة 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ليه ده كتير قوي؟ أيوه حاج، يعني في بس مشكلة صغيرة كده، هي يعني الفلوس اللي معايا بعد اللي أنا دفعته الصبح مش هتقضي يا حاج. بلاش الحركات البايخة بتاعتك دي، اتصرف، إديها شيك، استلف. لا مش للدرجة دي يا حاج. كتر خيرك، انت جمالك مغرقاني. هو انت لسه شفتي حاجة؟ يا صباح الفل. كيفك اليوم يا حبيبي؟
انت شو جابت لهون؟ ولا اقدر استغنى عنها؟ طبعا تقبرني، ما بتقدر تستغني عنها. مين لك اللي رجعها تاني مرة؟ انا اللي رجعتها. وانت شو غايتك من هالموضوع؟ انا حر، كون في علموكوا بقى انتوا الاثنين، انا مش عايز اشوف حد منكوا تاني هنا. بتقول مين اللي مش عايزه يجي عندنا؟ ايوه، استعبطي بقى واعملي نفسك مش سامعه، اعدلي السماعه اللي في ودانك. يلا يلا انت ويا وروني عرض كتافكو. اخص عليك يا حاج. طب ونطمن عليك ازاي؟ بالتليفون. بايظ معطل. بقول لكم ايه، اعملوا حسابكم اي واحده منكم هتيجي هنا هترجع البيت تلاقي ورقتها. بالراحه بس يا حاج، انت في الاول وفي الاخر برضو مراتاتك. ايوه مراتاتك، بعد اللي عملوه معاك يا زهره. معلش يا حاج انا مسامحاهم. انا بقى مش هسامحهم. يلا يلا انت وهي هوني بقى، هوني بلاش تباته. دهون عليك يا حاج، دي اخرتها. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ يلا بقى مع السلامه، خنقتوني. طيب استني انت وهي. نعم. معاكوا 1000 جنيه؟ تبر ابو معيد ما بتضحك. ده انا جايبه فلوس كتير قوي يا حاج، اللي انت عايزه 1000 2000 كل اللي انت عايزه. حلو قوي، كل واحده فيكم تدي زهره 1000 جنيه. شو؟ والله يا سيد خليل لما طلبتني على التليفون انا جيت طاير من الفرح، افتكرت ان اختك وافقت علي. يا ريت ابو عبد الله، يا ريت. صدقني قلبي ما قادر ينساها، لكن طلباتها كثير. تعرف انا لما تجوزت ام عبد الله ابوها طلب مني مهرة ناقة، فصلت ودفعت عنزتين. ناقة وعنزتين؟ انا هذا دم عنتر من الشداد ولا ايه؟ بس والله يا ابو عبد الله انا حاولت معاها، تعيلت عليها كتير، هي منشفه دماغها وش فقر. بس ما تقلقش يا ابو عبد الله، انا مش هرجعك بلدك مكسور الخاطر، انا في عروسه ليك كده. كيف؟ انت جالي عندي ابو عبد الله وبعزك جدا، انا مستعد اسيب لك خطيبتي، وهي على فكره كمان زي القمر، ومش هاخد فيها كلاوي ورجل كتير، هاخد فيها 50,000. ايش الخربطه اللي عمال تحكي فيها؟ كيف اتجوزني خطيبتك؟ أخي أنا أبغي زهرة، قلبي ما قادر ينساها. يا ويلي يا ويلي. ما تقول بالمرة. أوف 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 أوف. ازيك يا منتصر؟ ازيك يا كابتن ماجد؟ إيه كنت مختفي فين اليومين دول؟ يعني محدش شايفك. جالي شغل زيادة. يا سيدي الله يقويك. أخبار الحاج إيه؟ اسكت اسكت يا كابتن ماجد، الحاج جوز اختك واقع لشوشته اليومين دول. اه والله. واقع في ايه؟ في الحب طبعا. ومين المره دي؟ يعني انت مش عارف؟ زهرة المره دي تقلب الدنيا عشان ترجع. هو اللي قلب الدنيا؟ ده انا اللي كلمتها وترجتها عشان ترجع الشغل تاني. خص عليك يا راجل، بقى تجامل جوز اختك وتضر اختك. ايه اللي انت بتقوله ده يا منتصر؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ يا راجل وفي هزار في الحاجات اللي زي دي؟ طب ده جوز اختك كان عنده استعداد يهدي المستشفى عشان ترجع. يهدي المستشفى ده ايه؟ ده كان عنده استعداد يبني لها مستشفى جديده من بابها. اسكت اسكت يا كابتن، ده جوز اختك اليومين دول حالته صعبه قوي. طب الممرضه دي فين دلوقتي؟ فوق عنده حاكم عليها، ما تغيبش عن عينه لا ليل ولا نهار. وهي موافقه؟ الا موافقه طبعا، موافقه. مش هتقبض الثمن؟ طب ده اول ما رجعت راح مديها 2000 جنيه. ما عارف مين اللي اداها 2000 جنيه كمان؟ الست حليمه والست فهيم. هيدوها 2000 جنيه ازاي؟ ده هم اساسا مش طايقينها. هو جوز اختك اللي امرهم. وهي خدت الفلوس؟ جرى ايه؟ جراك في ممرضه هترفض 2000 جنيه؟ انت مش طالع له؟ يبقى سأله. بس بقول لك ايه؟ عشان ما تقولش ان انا ما قلتلكش، خد بالك لان الحاج ممكن يقلبك ويخليك تدفع لها كل اللي في جيبك. اه والله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. اذكر الله ونعم الوكيل. بتلوين ايه يا زهرة؟ ايه في ايه؟ ثلاثة اغتصبوها والدكتور فهمي بيقول محتاجة عملية.
هو ايه اللي حصل فيه ايه؟ لانها العجل عملتها معانا. هو ده وقته برضو؟ معلش يا رب احنا في حته مش عارف اصطبحنا بوش مين النهارده. فين العجله دي؟ انت العجله يا دمي. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى. كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى. كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. ولا عمري وقتك ملي ليه أنا أي فرصة. ولا عمري وقتك ملي.